أنا ما غيباش، أنا حاضرة جدا، وإنما حاضرة في كندا أكثر من المغرب. وآخر إنتاج ديالي صدرته كان السنة الماضية، اللي هو ليام، أغنية كانت من كلمات وألحان رضوان الأسمار، وتم التصوير ديالها في مدينة شفشاون وفي أقشور، والإنتاج الموسيقي ديالها كان في كندا تحت سو لا ديريكسيون ولا لارانجمون ديال كاتيا ماكديزي وارين. هاد السنة هادي رجعت بالجديد اللي هو لطف الله الخفي، هي أغنية من كلمات الحاج الحمد الغربلي، هذا زجال قديم مغربي، ولطف الله الخفي هي قصيدة معروفة باللطفية عند المغاربة. الألحان ديال رضوان الأسمر، والتوزيع ديال أمين زنوحي، والميكس ماسترينج ديال رزيق. أما الإخراج فهو ديال علي الحضري، هذه المرة سي انفيرسي، الإنتاج الفني كان في المغرب والتصوير كان في كندا. أولا تقريبا هذه اكثر من 17 ولا 18 عام هنا في كندا، صافي جي لا بروميير فوا كو جيتي كاستي باش يعرفني الجمهور المغربي هنايا في المغرب، كنت في كندا ديجا. ونهار اللي جيت شاركت في ستوديو دوزام وخديت الجائزه الكبرى ديالو في 2005، كنت كاستي من كندا، كنت كنقرا تما. دونك من بعد حياتي كلها في كندا، ولدي اليوم عنده 11 عام، تولد في كندا، حتى العمل ديالي، لان العمل ديالي انا ماشي هو الفن، عندي شركه ديال التواصل في كندا اللي كندير بها لا ديريكسيون ارتستيك ديال بوكو دو فيستيفال، بوكو ديفينمون. دونك الفن بالنسبه لليلى الكوشي هو رسائل كنحاول ما امكن انني نوصلها بطريقتي. الرؤيه انا كنجسدها شخصيا كفنانه، وهذه كثار من 4 سنين او 5 سنين وانا كندافع على مبدا العيش المشترك والسلام في كندا، وكذلك انني كندافع على عمق الثقافه ديال المغرب، وكنحاول نبينها بابهى صوره في الخارج. كل حاجه عندها بلاصتها، الفن ديما في الروح ديالي. وفي الفن انا عندي تكوين اكاديمي، انا درت الكونسيرفاتوار 7 طون اون باراليل مع ميز ايتود اكاديميك، حتى ملي كنت في المغرب ملي كنت صغيره. ملي مشيت لكندا بقيت على علاقه مع الفن بواحد الطريقه اللي هي جميله. ف تقريبا هاد اليوم ولات السوشيال ميديا كتبين شويه النشاطات اللي كيقوم بها الواحد، ولات انكونتورنابل، فيما مشيتي الا قلبنا عليك راه كنعرفوك شنو كدير. النشاطات اللي كنقوم بها في كندا انا مفتخره بها جدا، وخصوصا النشاطات الفنيه. تنغني مع دي غران اوركستر في دي غران تياتر، دي اوركستر فيلارمونيك، وخصوصا كندير لا فيوزيون، شي حاجه اللي كنبغيها. غنيت مع الهنود الحمر، مع لي جويف ماروكان، مع لي كريتيان، درنا دي بروجي دو فالور ميم بين المغرب وكندا. على سبيل المثال السنه الماضيه جبنا لوركستر فيلارمونيك لي فيولون دو روا مع اوكتو ايكو لهنا المغرب، مسرح محمد الخامس في لو 6 نوفمبر، جبناه لايجليز نوتر دام دو لورد في كازا، لي زيتوال سيدي مومن بور فير كلاس ماستر لي زونفون. دونك انا في واحد المشاريع معينه، يمكن هذا هو سبب الغياب، لان المنهج اللي خديته ولا لا ريفليكسيون اللي خديتها في الفن هي غير متداوله. فهذا اختيار، واختيار فريمون افيرتي وعن اقتناع. اكزاكتومون سيتي ان شوا كوم جي دي. يمكن لان الفن ماشي المهنه ديالي، ويمكن لان عندي الاختيار، ويمكن ملي كنبغي ندير شي حاجه كننتجها. لان الفن كمهنه بعض المرات اوني اوبليجي دو سويفر لو كوميرسيال، وهادشي اللي كيشفع للناس، لان الموجه الشبابيه اليوم انا ما متعرضاش معها بقد كيف ما قلتي. عندي عتب بسيط على الكلمات لسبب بسيط، لان المغرب عنده عمق تاريخي في الكلمه وفي الزجل، وما عندناش اختيار الا اننا نديرو داك المقارنه، والمقارنه كتقودنا لهادشي. دونك بالعكس لي زارونجمون كيف ما قلتي اللي وصلنا لهم اوجوردي بفضل الانترنت وبفضل العولمه، ولات انكونتورنابل، اي واحد يمكن له يوصل. وفي نفس الوقت صيف ذو حدين، كتوصل الرداءه وكتوصل الجوده، والانسان حر، يعني كيبقى داك الاختيار. الا كانت الحاجه مزيانه راها كتبان وكتبقى وكتبصم، الا كانت الحاجه باساجير ولا سميتو راها كدوز. دونك ولا ان موند دو كونسوماسيون، واللي النقطه اللي غادي نضيفها هو ولا لو بوز، ولا ما غاديش نربط البوز بالفضائح، ولكن ولا لو بوز والفضائح، هذا اكثر كنشوفوهم من الفن ومن سميتو. فكل واحد في الفنانين كيحاول يلقى وسيله للانتشار، والانتيليجنس راه شي حاجه مشروعه. دونك العولمه شبكه كبيره بزاف، وكل واحد كيستغلها بطريقته، وكل واحد كيتحمل مسؤوليه
ليماج اللي كيعطي. كتعرف لي ريزو سوسيو، انا غنهضر لك على تجربه شويه خارجه على المغرب. هاد الصراعات اللي كتعرفي كانت بدات شويه في ليزتازوني، كتلقى ديما داك لي كلاش ما بين لي رابور بواحد الطريقه، ولكن سي اون ميزون سين ماشي حقيقه. كتقدر تلقاهم على علاقه طيبه بيناتهم في الحياه العاديه، ولكن سي اون ميزون سين بور لو بوز ايفيكتيفمون، ولكن ما كيتعداوش واحد الحدود، كيكون داكشي واضح وباين. حنا في المغرب ولينا كنشاهدوا داكشي دو بلوز اون بلو، سا كري اون انتيراكسيون سي فري، ولكن بعض المرات كتكون نيجاتيف. زعما ما عنديش راي، لست مؤهله باش نعطي رايي في اي واحد، لان الناس اذواق والناس ترابي والناس اخلاق كما قلتي، والفن قبل من كل شيء اخلاق. الحاجه الوحيده اللي كنشوفها على الصعيد الشخصي هو ان الفن بالنسبه ليا ولا بالنسبه ليلى القوشي خاصو يكون رساله هادفه وساميه وبعيده على هاد المشاكل وبعيده على هاد الشيء، لان راه حنا البارح كنا شباب، اليوم انا من الجيل الوسط، غدا غادي نكونوا قدوه. يعني دائما الانسان خصو يفكر في المستقبل ويشوف شنو غادي يخلي فحال بصمه بعيد كل البعد على الكوميرسيال اللي كنقدروا نستافدوا منه اوجوردي اي دوما اون ليس بلو دو تراس. ما نقدش نعرف، لان ما عمري لنا يمكننا نفكروا في بلاصه شي واحد تيوريكمون ونقول لك وكنت انا في بلاصه هاد فلان غندير وغندير، ولكن ما تنعيش الواقع ديالو. بعض المرات الله يحسن العوال الانسان كيكون مضطر يدير شي حوايج باش يوصل، لان هذاك هو المنفذ الوحيد اللي عنده. انا كنحمد الله عندي اختيار وعندي، فلا ما عمري ما نقدر نحط راسي في بلاصه شي حد ولا حتى شي واحد في بلاصتي، لان ما غيعرفش علاش انا كنختار داك الشيء، لان ما كيعرفش شنو كنفكر انا داخليا ولا المنهج ديالي ولا شنو الهدف ديالي من بعد، وانا نفس الشيء. دونك لست كذلك مؤهله انني نحكم على شي واحد، لي بريجوجمون سي با مو. انا فات لي واحد النهار قلت بحكم زعما بكل تواضع الانشغالات ديالي وداك الشيء، الا نتجت اغنيه في العام ولا جوج ديال الاغاني في العام وتكون ونكون وفيه النظره ديالي للفن ونبقى غادي على داك المنهج ونحافظ عليه، ذلك فضل الله. دونك كنتمنى انني نكمل في هذا الطريق وندافع قد ما فيا على النظره ديالي اللي مقتنعه بها مليون في المية. ماشي سي با كيسيون دو كوميرسيال، سي با كيسيون دو زعما فولوار مونطري ما فوا او كوا كسوسوا. الحمد لله ربي عطاني اون فوا اللي انا مقتنعه بها وديك الشيء، ولكن حاولت ما امكن انني نسخرها في شي حاجه اللي تكون مفيده وتكون على الاقل قدوه في زمن اللي ما بقاش فيه لي فالور عندهم قيمه. نقول اول حاجه زعما نصيحه من اخت مغربيه اللي احنا كاملين عشنا، انا كبرت في المغرب وكنفهم مزيان هذا الشيء وكنعرفو وعشنا يمكن مع اقرب الناس. اليوم الامور طورات وتبدلات، ولكن اهم حاجه اللي تقدر تعاون، كتعرف المراه المغربيه متميزه في العالم، ماشي غير في العالم العربي ولا في العالم كامل، بزاف ديال الحوايج. اولا بالخضرامه ديالها، ثانيا بالصبر، بالكفاح، بالقناعه وبالاقتناع، واهم حاجه هو التصالح مع الذات. ملي تيكون الانسان مقتنع بالحوايج اللي كيديرهم والا ما يوصل بعيد. و غادي نفاجئك شي شويه، انا ماشي مع المساواه بين الرجل والمراه، كل واحد في بلاصته، لان المراه زمان كان عندها الوقت انها تربي جيل وتفرح براسها كامراه وتكون محترمه من طرف الرجل بواحد الشكل اللي هو جميل جدا، ولكن حتى هو كان كيبادلها نفس الاحترام ونفس التقدير ونفس، يعني كانت واحد الحياه بسيطه ولكن كانت غاديه مزيان. كتشوفي جيل كله مربي اخلاق حسنه، والمراه كتعطي لنا الام هي كل شيء في حياه الاطفال. دونك ملي كتعطيهم داك الوقت وكتعطيهم داك الرعايه وكتعطيهم داك الترابي، والا داك الدراري ما ولو كتلقاها ما قارياش وهذا، ولكن كتكون على واحد الدرجه من الوعي بانها خصها تحافظ على العائله ديالها. اليوم المراه ولات ايمونسيبي في بزاف ديال المجالات، وحنا مفتخرين بهذا الشيء جون في بارتي، ولكن ولات المراه كتنسى الاساس، والاساس كيضيع جيل باكمله.
فهمتي شنو بغيت نقصد لك؟ هذه هي الصراحه. وبالعكس انا كنشجع المراه المغربيه بكل جوارحي، بامكانها تناضل وتمشي للقدام، وهذا وبامكانها كذلك تحافظ على الاسره ديالها وتكون على وتر. سليم ريان هو قره عيني ورفيقي وصديقي، وهو اللي كيعطيني ديك الدفعه في الحياه انني نكون احسن. وكنظن جميع الامهات هكا كيكونوا مع وليداتهم. لست أم مثالية، عندي ميكاليتي وعندي ميديفو، ولكن كنحاول ما أمكن أنني نوفر له أي حاجة اللي يمكن لها تفيده في المستقبل، وخصوصا كنأكد له على الدراسة، الدراسة ثم الدراسة، والأخلاق والتواضع أهم حاجة. جو بونس كو سي اون فولونتي. المرأة إلا كان عندها، إلا كانت كتشوف راسها راها مزيانة و إلي بيان دون سا بو إي تو، سافا دو سوا، سا سغوفليت. زعما يا با دي فور افير، غير ملي كتكوني في الدار راك في الدار، ملي كتكوني برا راك برا، سي كيسيون دورغانيزاسيون. ولكن ما عنديش اهتمام زائد، زعما جو با مانياك، غير جو سوي ريزونابل. ملي كنكون في الخدمه كنحاول نكون بريزونطابل، ملي كنكون سور سين كنحاول عاوتاني نكون بريزونطابل، اي بي على ميزون كنحاول نكون نورمال. هادشي اللي كاين. بصراحه جاوني عروض للتمثيل من مورا تجربتين اللي خديت مع رشيد الولي وسي محمد عبد الرحمن التازي وسامية اقريو، مع هرمين الكوميديا خديجة أسد وعزيز سعد الله. ولكن ما كنشوفش راسي ممثلة، يعني الفن عندي شي حاجة كبيرة، والفن ماشي محدود، يمكن لك تمثل، يمكن لك ترسم، يمكن لك تغني، كتكون فنان في روحك. مي ما عمري ما زعما قلت ما يمكن ليش نكمل في الطريق ديال التمثيل، حيت ماشي طريقي وما عنديش تكوين أكاديمي فيه. وأنا تنآمن بالتكوينات الأكاديمية في الميادين، لأن هي اللي كتخليك تمشي لقدام وتكون في مستوى مع الناس اللي كتكون معهم. كنخليها مفاجأة للجمهور، مشاريع مهمة جدا وغادية في واحد دائما في نفس الصيرورة، العيش المشترك وثقافة الآخر وتبادل الثقافات، وكذلك في مسائل ديال دير الخير تلقاه. فإن شاء الله أنا فرحانة بهذا التعاقد، لأنه ما كيتضاربش مع المبادئ ديالي وغادي في نفس المنهج. وكذلك بخصوص المشاريع التنظيميه ديالي كمنظمه تظاهرات وحفلات في كندا، فانا جو في دو مون ميو بور بروموفوار لي زارتيست ماروكان لي بيل فوا ا لا اوتور. فحال ديرنييرمون لو 11 نوفمبر ديرنيير لو فيستيفال سيفاراد دو مونريال ايتي سو ما ديريكسيون فلا كلوتور، اي جافي رامني عبير العبد اي نيتا القايم، دو ماروكان دو كونفيسيون. جيتي تري تري فيير، سيتي اون بيل سواري سولد اوت. La même chose en 2014, j'avais ramené Oum et c'était un plaisir pour moi dans la clôture. Donc c'est des voix qui n'ont pas de voix que je suis allée au Maghreb, où j'aimerais bien les promouvoir là-bas. Et je vois que le Maghreb a un saut ou background ويمكننا نفتخ بهم في ممشينا. كنت منى أنني كنت ضيفة خفيفة القلب على جمهور للا بلوس، هذا الموقع الرائع، وكنت منى لكم الاستمرارية، وشكراً.